وزارة النفط تستهدف إنتاج 1500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في وقت تتطلع للوصول إلى قدرة إنتاجية من النفط تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً. هذا ما أعلنت عنه وزارة النفط في طور اكتمال مشوار البلاد في تقديم جولتين للتراخيص ضمن الحقول النفطية والغازية. الاستثمار ويا شركة توتال أرطاوي حالياً هذا بجهود مباركة من وزارة النفط 300 مليون قدم مكعب قياسي، وأيضا 300 مليون قدم مكعب قياسي بالمرحلة الأخرى، ومشاريع في شركة غاز البصرة 400 مليون قدم مكعب قياسي. حاليا تم افتتاح 200 مليون قدم مكعب قياسي 31/5 بهذه السنة، وإن شاء الله نهاية السنة تكون 200 مليون قدم مكعب قياسي جاهزة للعمل. وقد شملت الجولة الخامسة التكميلية للتراخيص في العراق أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غربية العراق، والسادسة تضمنت 13 حقلا وموقعا استكشافيا، وتقع على الحدود الغربية للعراق، والتي من المزمع أن تمكن البلاد من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعب من الغاز. جولة التراخيص الخامسة وجولة التراخيص الخامسة الملحقة للمنطقة الشرقية، والتي من المؤمل أن تضيف بحدود 1000 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وأيضا تم طرح جولة التراخيص السادسة للتراكيب الهيدروكربونية الغازية في المنطقة الغربية وتحويل هذه المواقع إلى حقول منتجة للغاز، وبالتالي ستكون هناك إضافة كميات من الغاز. هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة هو ما تصبو إليه إرادة الحكومة العراقية ضمن أولويات النظر إلى أبعد من الاستهلاك إلى الاستثمار والمقايضة. من بغداد صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.